عملناها بطريقة سهلة وجميلة وبألف هنا وشفا مربة الفراولة. السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة احنا في موسم الفراولة، فاللي عايز يعمل مربة فراولة خزنها يستعملها على طول. احنا في مدارس موسم الشتاء والفراولة ايه موجودة. انا هقول لكم هنعمل ايه. انا معايا 3 كيلو سكر، هعقدهم زي ما بكون بعمل شربات كنافة. هعمل عليهم 5 كيلو فراولة وهحط عليهم ليمونتين على حوالي رطل الا ربع مية، وهحطها على النار لما يعقد عسل كنافة وغسل الفراولة كويس جدا. الفراولة دي سليمة مفيهاش نوع، يعني نوع كويس سليمة مفيهاش حاجة مفعصة عشان بتحمل الحرارة. هاتي حطينا العسل عشان يعني لازم الفراولة تكون كويسة وسليمة مغسولة ومصفياها درجة، بصوا تتحمل الدرجة. انت هتقولي كبيرة، هي في النار الحاجات دي بتصغر جدا لان كل ده بيبقى مية. وبعد ما العسل يعقد هنشوف هنعمل ايه. العسل اهو عقد زي عسل الشربات زي ما قلتلكم، زي الشربات بالظبط اهو، بس لسه لما يسيح خالص عشان لسه فيه سكر. حوطش عليه اهو عقد. بصوا تقيل ازاي، بعمل زي سكر كنافة كده واتقل اتقل كمان بقى عسل. اهو عقد. بصوا تقيل ازاي، بعمل زي سكر كنافة كده واتقل اتقل كمان بقى عسل. اهو بحط عليه فراولة. بسم الله الرحمن الرحيم. بحط العسل فراولة 5 كيلو. لما أطي عليها لما تنزل هتبك بقى ميتها هي. هاخد سواحة، المهم ان انا ايه غطستها اهي. هتقولوا الفراولة كده كله هيهبط دلوقتي، كله هيهبط.
ولما تاخد بقى تستوي المربى مع الفراولة هنشوفها. بص فارق اهي، هتاخد غلوتين وهوطي عليها. المربى اهي دخلت على السوا، بس ما تقلبش فيها كتير. بيبقى فيها ريم بشيله. شيلنا الريم وكده خلصت المربى بتاعتنا، وهنسيبها تبرد. وزي ما وريتكم كده بنعقم البطرمانات، نغسلها كويس وندخلها درجة حرارة الفرن بتبقى درجة حرارته عالية، وندخل البطرمانات وبعد كده ناخدها نعبي فيها المربى. ادي المربى كده شلنا الريم اللي عليها كله، كل ما يطلع ريم انش بتشيليه. وكده هي خلاص استوت المربى بتاعتنا. هتاكلي احلى مربى الفراوله، تعملي بيها بوتفور وبطون جاي عليكي اهو احلى ان شاء الله في رجب اهو. وهنعمل كده هي الريم ما يروح خالص، وهي خلاص استوت على فكره مبقاش فيها ريم. هندخل فيها وهندفي عليها وهنوشفها ونشوفها في البطرمانات. ادي الفراوله مربى بردت اهي، وهحطها المربى هذا البطرمون اهي. مان اهو بسم الله ما شاء الله بطرمان الفراولة جميل، والباقي هنفضيه برضو ببطرمان تاني وبألف هنوشفه.